لون حياتي، مبادرة تهدف إلى إعادة معالم التراث والحضارة داخل مدينة الموصل. هذه المعالم التي اختفت قبل 3 سنوات على أيدي الجماعات الإرهابية. مشروع لون حياتي عبارة عن 45 جداريات تنفذ على جدران وأزقة الموصل القديمة بالجانب الأيمن. كون الجانب الأيمن يعني هو الأكثر تضرراً والأكثر دماراً لمدينة الموصل، فحبينا أن يعني نلون الجدران والأزقة وجداريات تمثل التراث والمعالم الحضارية اللي داخل مدينة الموصل اللي اندثرت من قبل 3 سنين يعني على يد داعش وغيره. الغاية من المشروع هو إحياء المنطقة القديمة بالرسومات اللي راح نرسمها عسى ولعل إنه نرجع الحياة لهالمنطقة، والحمد لله لقينا الكلام الإيجابي يعني الناس فرحوا بهذا الشيء. يعني قبل ما نرسم الجدارية رسمنا الفرحة بقلوبهم. لهذا المشروع ولهذه الجداريات تأثير كبير على كل من يمر بهذا المكان، وخاصة الأطفال، وهم يرون الحياة تعود من جديد لهذه المنطقة. راح ينطي تأثير كبير بالنسبة للناس، إنه من يمشون بالمنطقة يحسون إنه أكو تغيير بالجو، نفسيتهم ترتاح، تشع ألوان، تشع يعني من عدد دمار. دائما يمشون بالأزقة يشعون دمار دمار دمار، فمن يشعون هالجداريات كثير نفسيتهم ترتاح ويعني تتغير دائما، حتى أكثر شيء بالنسبة للأطفال. ورسوم بارك الله بهم، خاطر الناس تتذكر مثل منارة الحدباء، النبي يونس، النبي جرجيس، المناظر، خاطر لا ينسوا أطفالنا بالكبر. ألوان متلألئة على الرغم من الدمار تعكس رغبة شباب الموصل في بناء العراق من جديد رغم كل التحديات.